السلام عليكم ورحمه الله متابعين جريده شعبير. يمكن تواجدوا بمدينه سلا وجود شخص جثة هامدة بمنزله، كما كتشوفوا في هذا الاثناء حضور رجال الوقايه المدنيه، رجال الشرطه ورجال السلطات المحليه اللي كيتواجدوا في هذا المكان. كتشوفوا مشاهدينا الكرام، راه يتم اخراج الشخص اللي ميت في دارو في الاثناء، كما كتشوفوا على المباشر. هنا كيتواجدوا رجال الشرطه، رجال الشرطه التقنيه والعلميه. حيدا زكريا، حيدا زكريا، جيك حاز. كتشوفوا مشاهدينا الشرطة مسرحة الجريمة، هم حاضرين في هذا المكان. انتظار إخراج الجثة، ممكن تشوفوها على المباشر. حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. السبب مجهول لحد الآن. الشخص كما سمعنا من شهود عيان أنه كيسكن في هذا المنزل، كيسكن بوحدو، مكيسكن معاه حتى شي واحد. خويا بخير، هاني لا شديتي شد الريال؟ لا 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 السلطة المحلية اللي كيتواجدو في هذا المكان في هذا الأثناء، رجال القوات المساعدة. إنا نقولو إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويوسع عليه. هنا كيتواجدو لحد الآن رجال الشرطة ورجال الوقاية المدنية كما كتشوفو مشاهدينا على المباشر. كيتواجدو هنا الشرطة لمسرح الجريمة والوقاية المدنية اللي حاضرين دابا في هذا المكان. عندي مباشر. لا عارف هذيك اللي عرفت قبل، لا هذيك اللي عرفت قبل. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني هنا القى واحد الشخص يتهم اذا في المنزل ديالو، الان يتم الاخراج ديالو في الاثناء هذه.
حضور رجال الوقاية المدنية، السلطات المحلية، القوات المساعدة، الشرطة العلمية اللي كيتواجدوا لحد الآن في هذا المكان. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله راجعون. يعني على حسب المعلومات اللي عندنا لحد الآن أن الشخص ساكن في هذا المنزل، هذا ساكن بوحده، ما ساكن مع حتى شي واحد، ما ساقوش الخبر، يعني غير الناس اللي شموا الريحة، اللي شموا الريحة اتصلوا بالسلطات المعنية اللي جاوا حضروا دابا في هذا المكان هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. منطقة حيمولي إسماعيل، لحد الآن حنا في حيمولي إسماعيل. هذا الحادث أنه وقع في حيمولي إسماعيل، أن لقاو شخص ميت في الدار ديالو، ما عرفوش الأسباب لحد الآن. لحد الآن يعني يلاه جات لومبيلونس باش تم النقل المستودع الأموات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يرحمه ويغفر لي في هذا النار هذا. يعني الأسباب ديال الوفاة ديالو لحد الآن مازال الأسباب مجهولة، لأن السيد كيسكن بوحدو في الدار، حتى عطات الريحة في الدار عاد الناس شموا الريحة، وعلموا السلطات اللي حاضرة الآن في هذا المكان هذا، وطلبوا لي بالرحمة والمغفرة. دابا يتم الإخراج ديال الهالك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيك الله، زيد شويه قدام، زيد ايه، حيد حيد حيد، رجع النور. يعني تحية كبيرة للرجال الوقاية المدنية على هذا العمل البطولي اللي كيقوموا به، وتحية للرجال الأمن الوطني، تحية للسلطات المحلية اللي كيقوموا تهم بواحد الدور كبير. هنا في الأثناء تم إخراج جثة الهالك. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمه ويوسع عليه. بالنسبة للمشاهدين الكرام، يعني هنا تمت رجل السيارة ديال الإسعاف. أنا أقول وقد أقول إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويوسع عليه. كما كتشوفوا هنا يعني عدد كبير، هنا كاين رجال الوقاية المدنية، القوات المساعدة، والشرطة والشرطة العلمية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المشاهدة، إلى بث مباشر آخر إن شاء الله. شكرا لكم.